انا يا با عزوز كي ولينا بهذا الحجر عطيناها غير النعاس والماكله. هذه هي الضريبه ديال الكورونا، ولينا بحال دوك الخنازير ديال المطار. الا بغيتي غير تنقل من الكوزينه للبيت خصني طاكسي. اما سامي تلف مسكين، حتى حوايجو ما بقاوش كيجيو قدو. ميما بغيت ناكل. شنو بغيتي يا سامي؟ ميما بغيت تفرجي الزيت بلديه والفرماج وكابوتشين. كي كان بان ليكم الفورمه ديالي؟ علاش كتضحكوا؟ كنشوفك احمد هو انت الوحيد اللي ما تغيرتش. جدعان انا الفورمه والجوكر اللي فيكم. ايوه خلصان. طبعا لازم تسكتوا. خلاص صافي، انا ان شاء الله غادي نولي بحالكم. وشحال من عام خصك باش تولي بحالنا؟ واش كتضحك على رجلك؟ باز ماشي يا اختي، تضحك تضحك. ويا انت الحق صاحبي، واخا تجلس 100 عام ما توليش فلاطي ديالنا. حتى انت يا اسماء، وانا اللي كنت واخدك من ضمن الرفيعين. علاه هي ضعيفة؟ ايه عجبني لك اختي. ويا بنتي وعندك الحق، تنتي من الفصيله ديال الجوكر، خاطر بقاو هكا حتى تنقرضوا. وبارك من الهضره، والله الا باص ليكم. نتوما كتشوفوا الماكله في الطابله ما كتنوضوش، ودابا نوضوا نديروا واحد الحرشه واحد البراد دايره تيبرد الجو. الله يرحمك يا سعد الزغلول. من هو سعد الزغلول؟ سعد الزغلول هو اللي قال ما فيش فايده. شوف الميمه.